وادي رضا الاسفل. وداخل وابا جوه الجول جوه الجول. الجول الاول لنادي الزمالك يجيبه محمد صبري. ادي محمد صبري وبشماله على مره تانية طويله من طاري ومعديه للكات. هوبا جوه الجول احمد الكات. الله الله الله. ايوه حلوه حلوه حلوه. الجول الثاني لنادي الزمالك يجيبه احمد الكات في الدقيقه تقريبا 6 من الشوط الثاني. برافو يا كات، عملت كده تغيير طبعا في مسارها وهي ماشيه كده. نشوفها مع بعض مره تانية ويبقى الهدف الثاني لنادي الزمالك احمد الكاس. ادي طارق مصطفى اهو وتسقيطه في السكه ما يلمسهاش قاسي لكاس، يشوطها تضرب في رجل خالد جلال وتغير مسارها وتسكن على يمين رضا الاشرف. على طول ادي هاني يونس اهو الكره اللي فاتت اهي وشانكاله وهوبا جوه الجول. الجول الثالث الجول الثالث لنادي الزمالك. قلت لحضراتكم شكل ثاني خالص نادي الزمالك في الشوط الثاني في اثناء الاعاده. كوره جميله جدا لاسامه نبيه ناحيه اليمين وقذيفه قويه جدا 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 على شمال رضا الاشرم يجيبها اسامه نبيه. مفيش احلى ولا اجمل من كده يا واد يا لعيب. اسامه نبيه يطلق قذيفه مباغته قويه جدا على شمال رضا الاشرم. 3-0 3-0. احلى في الشمال لاسامه نبيه. اسامه معدي من ناحيه الشمال وهيعمل عرضيه وعرضيه وكاس وكاس وكاس. يا واد يا لعيب. الله 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 عليك يا ابني. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ احمد الكاس يجيب كوره جميله 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 على شمال رضا الاشرف. برافو يا كاس يا ابني. النهارده انت مجلجل الحقيقه وعايزين الجلجله دي يوم الجمعه الجايه قدام شوتنج ستارز ان شاء الله. حلوه حلوه حلوه. احمد الكاس اللعيب لعيب والفنان